السلام عليكم. عليكم السلام. بغينا نعرفوا واش السكان خرجوا اليوم. السلام عليكم، وادي معكم وادي خايفي من ساكنه دوار زواغاش الملاقه بالفابريكا. خرجنا اليوم ك جبنا كرأي العام باش نوضحوا للساكنه كلقاء تواصلي على اليوم اش طرا هذه السيمانه كامله. مشينا عند الباشا، هضرنا مع الباشا، مشينا عند مجلس البلدي، درنا مراسلات سميتو درنا المسؤولين كيما بحال سميتو العام، عطينا طلب تا هو خدنا لاكيزيو ديالو. بغينا هاد الساكنه بغيناهم ما يتقصاوش، بغينا الشباب حنا ديالنا ما يتقصاش، فهمتيني؟ المتزوجين وعندهم وليدات، فهمتيني؟ متزوجين حديثا؟ لا حديثا كاين اللي من 2011، من 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 وغادا طالع ليست. هادشي اللي بغينا حنا، بغينا الشباب ما يتقصاش، كندوي على حقنا، فهمتيني؟ دابا الكرافي غنمشيو حنايا، الكرافي غالي، وليداتنا كيقراو في المدرسه، كاين فهمتيني راه كاين معاناه. ماشي الكره طلع بزاف، الكره طلع بحال دابا كان ب 1500 ولا بحال السوما ما كيتصورش لها العقل. حنا دابا بغينا الساكنه تستافد، هادشي اللي باغيين من هادشي كامل، ما باغيين لا صداع ما باغيين حتى شي حاجه. وشكرا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام خويا. السميه ديالكم المنطقه اللي كتواجدوا فيها؟ السميه سعيد، المنطقه دوار زواغات. اشرح لنا هذا الوقفه، هذا اللقاء التواصلي. اللقاء التواصلي اللي بغينا نوصلوه للساكنه وبغينا نوصلوه وكنتمنى يوصل لجلاله المسؤول الجهات المسؤوله على التجهيز والتعمير. وكنبغي نوصلوا الرساله او حاجه لجلاله الملك. كنقول رساله واحده، حنا مع جلاله الملك، حنا مع التغيير، حنا باغي نشوفوا مغرب زوين، باغي نشوفوا مغربات مغاربه يعيشوا حياه نقيه، يعني احسن من الحياه اللي كنا عايشينها في دور الصفيح. حنا باغيين مغرب زوين. الاهتمام ديال هذه راه بادره من جلاله الملك باننا نشوفوا واحد المغرب زوين، نشوفوا شباب نقي، عقليه زوينه، نقلبوا على كفاءات في البحث، في لما لا البحث العلمي. ولكن بهذه الطريقه لا، بهذه الطريقه اللي غيتم الاقصاء ديالك، انت اصلا ما غاتمشيش للسكن، غتولي اصلا انت ساكن مع الوالدين ديالك، وربما الوالدين ديالك اللي كيتكونوا مثلا من 8 الاشخاص، ربما من 8 الاشخاص، كنقول لك من 8 الاشخاص. هذا المثال ديالي انا، كتلقى عائله دابا اللي عطاوهم نص نمره، كاين الام وكاين الاب وكاين الخوت، وعاد زيد الولد اللي غيكون مجوج ووالد واحد اربعه الدراري، وعاد زيد خوه اللي غيكون والد تا هو واحد جوج دراري، وانت عاطيه نص نمره، كيفاش بغيتي غادي يسكن؟ يعني غيكون مشكل. ها؟ كيفاش غادي يسكن؟ انت عاطيه نص نمره. غنقولوا غيكون عنده الفلوس كذا، غيبني راسو. كنقول والله العظيم هاد الناس هادو ما كاينش اللي غيبني راسو. كلشي دابا تعطيه بارتما غيمشي يسكن فيها. اما تعطيه نص بارتما راه غيبني ليه واحد اللي هو مشكره، وغيعطيه ديك البارتما اللي غتجمع الاسره ديالو كامله. اليوم بغينا نوصلوا الرساله ديالنا لجلاله الملك، هو انه يتم الانصاف ديال هاد الساكنه. كاينين حلول. حنا الحمد لله الدوله ديالنا راه غتنظم واحد يعني واحد المشروع عالمي اللي ما كيتنظمش في الدول الاخرين، كيتنظم مثلا في دوله المانيا، ها هو غيتنظم عندنا مثلا في المغرب. اسبانيا وصلت المبتغى ديالها عن طريق كاس العالم، وش حنا غادي نوصلوا ان شاء الله، وغادي نتغلبوا عليه، وغادي نشوف هذا المشكل خاص يتم الانصاف ديالو. راه كاينه حلول، الله يجازيكم بخير، كاينه حلول اللي غديروا مع الساكنه. وتحياتي فار سيدنا. انا مطلقه من 80 مطلقه، ساكنه مع دارنا وما استفدتش، احنا ضايعين. 80 انا مطلقه. كملي شرحي لنا المشكل اللي عندكم دابا. مشكل عطاو على الوالد نص نمره وباقي عندها البنات، وانا مطلقه من 80، عندي بنت خدامه عليا حي صناعي، وما يمكن ليش انا نبقى مع دارنا، كتشد ليا بنتي مع خواتاتي كتشاد، ما يمكن ليش، باغي نستافد. شكرا.